مشواري الفني الطويل قوي 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 اللي انا مش فاكره اول مره مثلت، مش فاكره اول مره طلعت للجمهور، مش فاكره سقفوا لي ازاي، مش فاكره المخرج كان بيواجهني ازاي. كان عندي 5 سنين فطبعا مش فاكره حاجه خالص، لكن كل اللي انا فاكراه لما ابتديت احس بنفسي، حسيت بنفسي وانا في كاميرا وفي إضاءة وفي مخرج بيوجهني وفي مساعد مخرج بيحفظني وفي مسؤولية شغل. الموضوع نفسه أنا حبيته، أنا حبيت الفن، عشقته، مش حبيته عشان الناس بتسقف لي الله الناس بتسقف لي، لا، أنا حبيت الفن وحبيت ذقت طعم النجاح حبة حبة. يعني كل ما كنت بكبر شوية بدوق طعم نجاح، فحبيت الفن إن حد يقدر مشواري الفني الطويل اللي من 5 سنين لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي. فطبعاً شيء بيسعدني جداً. وأول ما الأستاذ حسين قال لي إن هيكرموني في مهرجان القاهرة للسينما، لقيت نفسي شريط سينمائي طويل كل حياتي الفنية كانت قدام عيني زي شريط سينمائي وبفتكره لقطة لقطة. فشيء رائع إن بتكرم مهرجان القاهرة، مهرجان بلدي، مهرجان عريق، مهرجان صفة دولية، وبعدين مفيش أحلى من كده.